مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من تلفزيون لبنان. مساء الخير. حملت بداية الأسبوع زحمة أخبار توزعت بين السياسي وطلب رئيس مجلس الوزراء من وزير الخارجية مراجعة مجلس الأمن الدولي بالتهديدات الإسرائيلية. وعلى الخط الانتخابي إطلاق الوزير باسيل اقتراحا لقانون الانتخاب خطف فيه الكلام على مجلس الشيوخ الأضواء الأمني وعملية السلب لمصرف في الفياضية على أيدي 4 مسلحين في وضح النهار والطبيعي والطقس الماطر الذي يستمر طيلة هذا الأسبوع ومعه غرقت اليوم سيارات المواطنين في برك المياه والزحمة الشديدة. بداية الأسبوع حملت أيضا تطورات خارجية وفيها اشتداد التوتر الكلامي بين تركيا وهولندا. إعلان الائتلاف السوري المعارض مقاطعته لمؤتمر أستانا غدا، موافقة القضاء المصري على إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، وبالعودة إلى الوضع المحلي نشير إلى جلسة لمجلس الوزراء حاسمة في إنجاز درس وإقرار مشروع قانون الموازنات العامة. وقد ترافقت الجلسة مع مؤتمر صحفي لرئيس الكتائب النائب سامي الجميل، شدد فيه على وقف الهدر. وفيما يدرس المجلس النيابي سلسلة الرتب والرواتب، أعلنت رابطة معلمي التعليم الأساسي لإضراب الأربعاء المقبل في المدارس الرسمية، فيما أشار مجلس القضاء الأعلى إلى اعتكاف للقضاة بسبب عدم أخذ رأيهم في مشاريع تخصهم. قبل أن نبدأ الجلسة إذن مجلس الوزراء أو جلسة مجلس الوزراء، نشير إلى أن الوزير ملحم رياشي أعلن فتح المجال لبدء ملء مركز رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان. إذن بيير، وزير الإعلام أعلن منذ قليل فتح المجال لملء مركز رئيس مجلس إدارة شركة تلفزيون لبنان، داعيا اللبنانيين من أصحاب الاختصاص والكفاءة إلى تقديم طلباتهم لشغل هذا المركز في إعلان على الموقع الإلكتروني لوزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية. إذن مجلس الوزراء ينهي الليلة درس مشروع قانون الموازنة. للاطلاع على أجواء الجلسة ننتقل مباشرة إلى السراي الحكومي مع الزميلة دينا رمضان طبارة. مساء الخير دينا. معظم الوزراء أجمعوا قبل دخولهم إلى الجلسة على أن المناقشات ستنهي اليوم أو ستنتهي اليوم وإن طالت الجلسة، فكيف هي الأجواء؟ نعم ندى، شكرا لك ومساء الخير لك ولبيير. بالحقيقة كما ذكرت يبدو أن مجلس الوزراء سيكون منعقد في جلسة طويلة حتى هذه الساعة. يبدو أن الأجواء كلها تشير إلى أن هناك قرار صارم من رئيس الحكومة سعد الحريري بإنهاء المناقشات اليوم، وهي الجلسة 11 لمناقشة مشروع قانون موازنة العام 2017. يبدو أن المناقشات سريعة حتى هذه الساعة. المناقشات حول موازنات 7 وزارات انتهت. البحث الآن هو حول الواردات والإصلاحات بالمجمل. قد يكون هناك حاجة، قد يكون أنه هناك حاجة لإنهاء هذه الإصلاحات برتوش نهائي غدا على أبعد تقدير، إذا لم يتم الانتهاء بشكل كامل هذه الليلة من مشروع قانون الموازنة، خصوصا وأن سلسلة الرتب والرواتب وصل كلفتها إلى أكثر من 1700 مليار ليرة لبنانية، ومع العلم أن هناك 22 ضريبة أبرزها الرسوم المالية المتعلقة بالهاتف الثابت، بالسجل العدلي، باليانصيب الوطني، بالأشغال البحرية وغيرها، وأيضا بالنسبة للودائع في المصارف من 5 إلى 7%. يعني كل هذه المواضيع بحاجة إلى دراسة منقحة قبل رفعها إلى الجلسة التشريعية يوم الأربعاء المقبل. في المواقف كان الوزير علي حسن خليل كموقف رئيس الحكومة يؤكد أنه يجب الانتهاء هذه الليلة من مشروع الموازنة، وكذلك فعل الوزراء كما ذكرتي. في المواقف بالنسبة لقانون الانتخاب، سئل الوزير نهاد المشنوق عن موضوع قانون الانتخاب وما ذكره الوزير جبران باسيل
التحليل، فقال لا علم لي بأن تيار المستقبل موافق على طرح الوزير باسيل، فيما رد الوزير باسيل يبدو أنا أسرع منه للوزير المشنوق. وحول قانون الانتخابات والمهل تحديدا، سئل الوزير المشنوق فرد قائلا مع اقتراب مهرة 21 من أذار، قال هناك قانون موجود ولكن هناك سيكون هناك تشاور بين رئيسي الجمهورية والحكومة، إذا كان هناك من قانون جديد أبصر النور فبالطبع سيكون هناك تمديد لإجراء الانتخابات النيابية في مرحلة لاحقة. وسئل أيضا الوزير أيمن شقير حول طرح الوزير باسيل وأن يكون رئيس مجلس الشيوخ مسيحي، قال نحن ضد الطائفية. في موقف لرئيس الحكومة في مستهل الجلسة تحدث عن التهديدات الإسرائيلية العلنية المعلنة في وسائل الإعلام وعلى لسان المسؤولين الإسرائيليين، هذه التهديدات موجهة مباشرة إلى اللبنانيين، إلى استقرارهم، إلى البنى التحتية، فقال نحن نطبق القرار 1701 بكل مندرجاته ونطالب بتطبيق كل المندرجات، فيما إسرائيل تنتهك هذا القرار وتغطي عليه عبر هذه التهديدات العلنية. وطلب من وزير الخارجية جبران باسيل إعداد جرزة في هذا الإطار على أن ترفع إلى مجلس الأمن الدولي ليتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته وحتى لا يهتز الاستقرار الإقليمي. إذن هذه هي أجواء جلسة مجلس الوزراء، طبعا سنكون معكم مباشرة فور ورود أي جديد، وطبعا مباشرة على الهواء في وقت لاحق لسماع المقررات. ندى؟ شكرا دينا، وكما أشرتي طبعا سنكون مع الوزير وزير الإعلام عند إذاعة المقررات. بعدما طرحه على القوى السياسية الأسبوع الماضي، الوزير جبران باسيل عرض اليوم مشروعا جديدا للانتخاب يلحظ انتخاب نصف المقاعد النيابية بالنسبية والنصف الآخر بالأكثرية. بعد اجتماع الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر، أعلن رئيس التيار وزير الخارجية جبران باسيل مبادرته أو طرحه الثالث لمشروع قانون الانتخاب، ويستند إلى انتخاب 64 نائبا على الأكثر و64 نائبا على النسبي في المحافظات الخمس. نقسم المقاعد بالتساوي بين أكثر ونسبة، وفي قاعدة احتساب بسيطة كيف بنقسمهم، كمان ما يعني لبك الرأي العام فيها، بس هيدي حطينا إلى حساب كتير واضح، بصير كل مقعد مش استنسبيا عم ننقي ليه هيك وليه هيك، على قد بعضهم نصهم أكثر ونصهم نسبة. الكسر له طريقة احتساب، يعني إذا كنا بكسروين خمسة، الخامس بكسروين اثنين هيك اثنين هيك، الخامس له معيار، المقعد اللي هو أكثر بهالقضاء بيروح هو على النظام الأكثر. هلا النظام الأكثر بصير الاقتراع فيه على 14 دائرة يلي هن دوائر صار في موافقة عليهم بالقانون التأهيلي، ما صار في رفض عليهم، فأخذنا شيء موافقين عليه قبل الكل، قلنا هيدا قال فينا نعتمده، منه منزل مش انه ما بيمشي غير هيك، بس لأنه بعد كل محاولات الدوائر المتوسطة وصلنا بالاتفاق مع الكل انه هودا ال 14 بيراعوا كل شيء، تحديدا بيراعوا الحزب الاشتراكي بمطلبه الشوف عليه مع بعضهم، بيراعوا المستقبل وحزب الله وأمل والتيار والقوات وكل الأفريقاء، أنه إيه هذه تقسيم منيحة وبينعمل انتخاب بهيدي الدوائر يلي مختلطة مسيحية إسلامية الكل يشاركوا على أساس الطائفة، كل طائفة بتنتخب نوابها يلي هم نص المجلس. النص الثاني منروح فيه على دوائر أوسع يلي هن خمس دوائر ونعمل نسبية، هون نسبية بالكامل بتكون لنص هالمقاعد هيدي. هيدي الفكرة نحن بانتظار أجوبة نهائية بخصوصها، في بعض الأفريقاء جاوبونا إجابة عليها وفي بعض الأفريقاء طلبوا بعد يوم يومين تيعطوا الجواب النهائي. الوزير باسيل نبه إلى أنه إذا كان الرد سلبيا على الطرح فلا مشكلة، وعندها فمشروع التأهيل موجود وكذلك المختلط موجود. المؤتمر الصحفي للوزير جبران باسيل غمز من باب التحفيزات وفتح موضوع مجلس شيوخ. فنحن اللي عم نعرضه اليوم هو بداية الطريق لإقرار مجلس الشيوخ على أساس الأرثوذكسي واحتراما للمناصفة، رئيسه بيكون مسيحي غير ماروني، ومجلس نواب
بالمقابل على أساس النسبية الكاملة مع دوائر واسعة كبيرة، 5 دوائر مثلا، واحترام المناصفة فيه. هيدا الشيء نحكى بي على طاولة الحوار وكان في موافقة عليه من ناحية المبدأ. يعني الكل متفقين اليوم أنه بمجلس الشيوخ فينا ننتخب على أساس القانون الأرثوذكسي، صح؟ مش الكل مسلمين هيك؟ طيب بمجلس النواب كلنا عم نقول بنعمله كله نسبية كاملة والكل مسلمين هيك. هودي هالمجلسين مقابل بعضهم، ليه ما اليوم من القانون اللي عم نعمله اليوم نحط هالسيختين بقلبه؟ وهذا أول تدرج. باسيل رأى أن الطرح الجديد يؤمن للجميع من دون استثناء كتلاً وازنة ومتنوعة. مع تساقط الأمطار الغزيرة اليوم غرقت الشوارع والسيارات بالطوفان، المواطنون علقوا لساعات قبل الوصول إلى مراكز عملهم، والوزير فينيانوس اعتذر من اللبنانيين. طرقات بيروت تحولت اليوم إلى برك ومستنقعات، فقد استفاق اللبناني اليوم على طوفان للطرقات في مشهد ذكرنا ببداية موسم الشتاء. مجاري المياه منعت التسرب بسبب عدم تنظيفها، وعلق اللبناني في سيارته لساعات. مشهد الأوتوسترادات والطرقات الداخلية لبيروت وضواحيها لم تعد تتسع فيه السيارات، فقد تحولت الطرق للسباحة. الطوفان الذي حصل اليوم أثار موجة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تساءل الكثيرون ما هو سبب هذا الأمر في آخر فصل الشتاء. وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فينيانوس اعتذر للبنانيين من السراي الحكومي لما حصل اليوم. صار اليوم أنه ما بدي برر، من أول مرة بتصير هيك الشغلة اللي صارت، إنه المجرير اللي نازل من منطقة المدينة بتتجمع في المنطقة أو بتنزل بتروح على البحر. ارتفاع الموج اللي صار هناك عامل هناك انخفاض بالأرض حوالي 3 متر، لما رجع البحر بعيد الدرجة العالية سكر المخارج اللي بيطلعوا من المجرير مع كميات الأوساخ اللي بتنزل فيها بما فيها كياس النايل المخصص. يعني أنا بدي أنزل المواطنين إذا كان طلع موضوع فعلا لأنهم بخارج عن المألوف وما بصير وكل الناس بيعلموا. هي أول مرة بتصير بهيك الطريقة. أهلا بكم. في القصر الجمهوري الوزير إرسلان بعد لقائه الرئيس العماد ميشيل عون ينبه إلى الإساءة لمبدأ النسبية عبر اجتزائها، كما يحذر من تحويل مسألة مجلس الشيوخ من خطوة إنقاذية إلى خطوة تكرس المذهبية. منطلقا من الثوابت التي حددها منذ بداية العهد الرئاسي، شدد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أمام زواره على وجوب التوصل إلى قانون انتخابي يحقق التمثيل الأفضل والمتوازن لكل الطوائف، مركزا على أهمية الوحدة الوطنية وعلى المضي في مكافحة الفساد في الإدارات والمؤسسات العامة وسائر القطاعات. وفي هذا الإطار كان لقاء رئيس الجمهورية مع وزير المهجرين طلال أرسلان، وتم البحث في الأوضاع السياسية ومواقف الأفرقاء من قانون الانتخابات النيابية. أرسلان أكد موقفه الثابت من قانون انتخاب على مبدأ النسبية الكاملة وعدم قبوله بأي قانون يشوه النسبية ويعرض العيش المشترك إلى الانقسام. أما فيما خص ما يطرح من مسألة مجلس الشيوخ، فأكد أرسلان عدم الدخول بسجال حول رئاسة المجلس مع أحد، مع قبوله به كطرح إنقاذي إصلاحي وليس ليكون مجلسا يكرس الانقسامات المذهبية أكثر وأكثر. وتحدث عن طريقتين لإنجاز قانون انتخاب، الأولى إعداد قانون تحت سقف القانون النسبي الكامل. الطريقة الثانية اللي هي ما بيجوز تصير وما بيجوز نقبل فيها ونحن كطرف سياسي نحذر منها، هي نحكيها بكل صراحة، ومن القصر الرئاسي هون هي الاتفاق على الخصص قبل القانون. وأنا يا خوفي إنه نكون كل هالتأخير
بصياغة والوصول إلى قانون انتخاب هي العقدة مش بالقانون. أنا بساعة بكتب لك القانون بساعة، بس يا خوفي يكون كل اللي عم بصير هو كل واحد يأمن حصته على ضوء لنركب له قانون تجيب له تضمن له الحصة قبل إقرار القانون. هيدي رح تفوت البلد بمهاترات، ولح تفوت البلد بالمجهول، ولح تفوت البلد بضرب مصداقية القوى السياسية والدولية. المواضيع الوطنية والسياسية كانت محور بحث بين الرئيس عون ووفد الهيئة الإدارية لتجمع العلماء المسلمين في لبنان، وشدد رئيس الجمهورية على أن لا وحدة في لبنان من دون وحدة المسلمين ووحدة المسيحيين، لأن هذه الوحدة تحقق وحدة للجميع، مؤكدا أن بناء الوطن على أساس صلب لا يتم إلا بالوحدة الوطنية، فيما تطوير القوانين يؤدي إلى الوصول إليها بشكل طبيعي. واستمع الرئيس عون من وفد جمعية لبنانيون إلى شرح حول أهداف الجمعية وفي مقدمها محاربة الفساد، ووصف الرئيس عون الشعب والرأي العام اللبنانيين باحتياطي القوة له، مؤكدا أهمية أن يحاسب الشعب في الانتخابات النيابية المقبلة، وأن تشكل المساءلة جزءا من ثقافتنا للتمييز بين الأوادم والفاسدين. الرئيس عون أمام وفد مؤسسة أوبرا لبنان أكد أن العهد داعم لهم ولمعظم الأعمال الثقافية والفنية، لا سيما الموسيقية منها لأنها لغة عالمية، فيما أن هذا العمل الفني يسد ثغرة في حضارتنا. النائب سامي الجميل يؤكد عدم القبول ببقاء الفساد ويدفع المواطن المزيد من الضرائب، وطالب المسؤولين بوقف الهدر، وعندها الدولة ستربح ولن تعود خاسرة. مستغربا كيف أنه ممنوع المس بالهدر والفساد، ولكن من المسموح تمويل السلسلة من جيب المواطن وفرض الضرائب، فيما بلغت قيمة التهرب الضريبي 4.2 مليار دولار. عقد النائب سامي الجميل مؤتمرا صحفيا أكد فيه أن الضرائب ستطال كل اللبنانيين من دون استثناء. وقت نزيد نحن 1% على التبقى ما عم ندق بطبقة معينة من اللبنانيين، عم ندق بكل اللبنانيين. وقت نزيد رسوم على الفواتير أو على الطوابع هيدا بدق بكل اللبنانيين، كله هيدا تمندق بمنظومة الفساد والهدر الموجودة بالدولة اللبنانية. هيدي المنظومة يلي صار لها فترة كتير طويلة عم تهدر وعم تفسد وعم تسرق أموال اللبنانيين، هيدي المنظومة ممنوع ندق فيها، لأنه الخيار وقتها بدنا نمول السلسلة من وين بدنا نجيب المصاري؟ هل بدنا نجيبها من جيبة المواطن الآدمي يلي ملتزم بالقانون وبالدستور ويلي عم بيقوم بواجباته تجاه دولته، أو بدنا نجيبها من أماكن الفساد والهدر الموجودة بالدولة اللبنانية؟ كان القرار واضح أنه لا، هيدي المصاري بدنا نجيبها من جيبة المواطن وما رح ندق بمنظومة الفساد والهدر. الجميل رأى أنه من العيب وضع الاتحادات النقابية بوجه الهيئات الاقتصادية في الوقت الذي يعاني فيه الفريقان من الضرائب والهدر، متوجها إلى الدولة اللبنانية بالقول أوقفوا الفساد وسترون أن الدولة ستربح ولن تعود خاسرة. رئيس الحكومة سعد الحريري ترأس اجتماعا وزاريا عرض للأوضاع الاقتصادية، والوزير خوري يدعو لحماية بعض السلع اللبنانية وتشجيعها لنتمكن من تصديرها. رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اجتمع في السراي إلى قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي شكره على قراره بتعيينه قائدا للجيش، وكانت مناسبة تم خلالها التطرق إلى الوضع الأمني في البلاد والجهود التي يبذلها في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب. الأوضاع الاقتصادية من مختلف جوانبها كانت مدار بحث في اجتماع وزاري رأسه رئيس الحكومة، وقال وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري إنه خصص لحماية قطاعي الزراعة والصناعة وبعض السلع اللبنانية تمكن من تصديرها نتيجة الإغراق في الأسواق. رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار أطلع الرئيس الحريري على التحضيرات الجارية لزيارة وفد غرفة التجارة الدولية لطريق الحرير في نيسان المقبل، موجها له الدعوة لرعاية مؤتمر طريق واحد حزام واحد في 6 من نيسان المقبل، والذي سيشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات. العلاقات اللبنانية الصينية بحثها الرئيس الحريري مع سفير الصين وان كيجيان، الذي أكد استعداد بلاده مواصلة
التعاون مع تيار المستقبل وجميع الأحزاب السياسية في لبنان بعد زيارة الأمين العام لتيار المستقبل إلى الصين. من الزوار مفتي البقاع وزحلي الشيخ خليل الميس ورئيس حركة الناصريين الأحرار زياد العجوز. وكان الرئيس الحرير اجتمع إلى منسق الأمانة العامة لقوى 14 من أذار فارس السعيد والدكتور رضوان السيد وجرى عرض للأوضاع الراهنة. النائب غازي العريضي تطرق إلى بعض طروحات لقانون الانتخاب والتي ترمي فقط إلى الحصول على أكبر عدد من النواب لمصلحة بعض المستفيدين، مؤكدا مدى اليد والمشاركة في أي حوار عقلاني، وتطرق إلى موضوع السلسلة وموقف الحزب منها. كلام العريضي جاء في الذكرى 40 لاغتيال كمال جنبلاط في قاعة بلدة التخني. على الشراكة الحقيقية التي تكرس التنوع والتعدد والتعاون، هذه اليد ممدودة لقانون انتخابي ونحن نعترض كما قلنا مرارا. إذا كانت النيات صافية نحن قادرون أن نصل في أسرع وقت إلى قانون انتخابات جديد. هذا الأمر لا يتم إلا بالحوار بالهدوء بعيدا عن منطق التحدي والاستعلاء والاستقواء والاستكبار والإهمال لأي فريق في البلد، ولا نتحدث عن أنفسنا، نتحدث بشكل عام. لذلك نقول لكم لا تقلقوا على مستوى النقاش الدائر حول قانون الانتخابات. جولة شمالية لوزير الصحة غسان حصباني حملت مواقف سياسية، منها تأييد طرح الوزير باسيل حول مشروع قانون الانتخابات النيابية. جولة مكوكية لوزير الصحة غسان حصباني في طرابلس لها دلالاتها السياسية والإلمائية. فالجولة التي حملت اهتماما كبيرا بالقطاع الصحي خلال زيارته لمستشفيات المدينة لم تغب عنها المواقف من التطورات السياسية وكذلك الحديث عن الموازنة. فمن دارة الرئيس نجيب ميقاتي لم يعترض حصباني على الطرح الذي قدمه وزير الخارجية جبران باسيل في شأن مشروع قانون الانتخابات النيابية، معلنا دعمه لصيغة باسيل إذا توافق عليها جميع اللبنانيين. احنا حريصين جدا على أن تعرض الصيغ المطروحة بأسرع وقت ممكن على مجلس الوزراء المكان الطبيعي للنقاش الرسمي لقانون الانتخابات. نحن يعني مطلعين على هالصيغة هيدي وداعمين لها إذا كانت هذه الصيغة التي يتوافق عليها جميع اللبنانيين، فنتأمل أن نراها ونرى الصياغ المتوافق عليها بأسرع وقت ممكن على طاولة مجلس وزراء. حصباني زار مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعر الذي طالب برفع سقوف الدعم الصحي لعاصمة الشمال وإنشاء مستشفى حكومي. الموازنة لم تغب عن مواقف حصباني على مائدة غداء نقابة الأطباء في الشمال، واعتبر أن بحث الموازنة يكاد يصل إلى خواتيمه، ما يشكل بارقة أمل مع انطلاقة العهد الجديد. الوزير حصباني وضع حجر الأساس لإنشاء مبنى التصوير والعلاج الإشعاعي في مستشفى طرابلس الحكومي في القبة. حصباني زار مطرانية الروم الأرثوذكس حيث التقى المطران إفرام قرياقوس وتم عرض لمطالب المدينة. سرقة بنك عودي بعد الإعلان. ونتابع نشاطنا من تلفزيون لبنان ونعود إلى خبر إعلان وزير الإعلام ملحم رياشي فتح المجال لملء مركز رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان. الوزير رياشي دعا اللبنانيين من أصحاب الكفاءة والاختصاص إلى تقديم طلباتهم في إعلان على الموقع الإلكتروني لوزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية. وجاء في أبرز شروط الترشيح أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة، وأن يكون قد أتم 25 من العمر ولم يتجاوز 64، ويكون حائزا على إجازة جامعية على الأقل معترف بها، وأن يكون من ذوي الخبرة في إدارة المؤسسات. في ساحة نجم الإدارة والعدل تنجز إدارة المناقصات، والنائب محمد قباني يرى في مشاريع القوانين الانتخابية خدمة للأحزاب وليس للوطن. علق النائب محمد قباني على تبادل مشاريع قوانين انتخابية تستند إلى مصالح الأحزاب والطوائف كما قال، بينما المطلوب أن تعتمد مصلحة لبنان لا مصلحة الطوائف والأحزاب كما هو حاصل في هذه المشاريع، مضيفا الحل هو تطبيق الطائف وكفى مزايدات. ما يخيره الناس هو بين عدد النواب في هذا الحزب إذا بيزيدوا نائب أو بينقصوا نائب. دعني أقول كلاما صريحا، المطلوب هو أن نعتمد مصلحة الوطن، مصلحة لبنان، لا مصلحة الطوائف والأحزاب،
ومن هنا أقول أن خياري الدائم كان وما يزال هو تطبيق الطائف تطبيقا دقيقا. في نشاط اللجان النيابية أنهت لجنة الإدارة والعدل موضوع إدارة المناقصات ووضعت رزمة من الإجراءات من شأن تطبيقها أن تضع حدا للهدر والفساد، بحيث أعطيت إدارة المناقصات صلاحيات منها حق تبليغ القضاء بأي مخالفة دون العودة إلى مرجع آخر. ألزمنا كل الإدارات والمؤسسات العامة واتحادات البلديات والبلديات بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية بأن تعرض كل الصفقات وتأخذ موافقة إدارة الصفقات على هذه الصفقات باستثناء الصفقات اللي تتصف بطابع السرية، يعني يلي بتكون الكشف عن هذه الصفقة بضر بمصلحة لبنان. وفي ساحة النجم فرعية لجنة الأشغال درست تعديل قانون الاستملاك المقدم من النائب جوزيف معلوف. تعرض بنك عودي فرع الحازمية للسرقة من قبل 3 مسلحين فروا إلى جهة مجهولة، وفي التفاصيل أن المسلحين 3 ترجلوا من سيارة بيكانتو سوداء اللون ودخلوا إلى المصرف وأقدموا على سرقة 30 مليون ليرة لبنانية، فيما بقي شخص رابع إلى جانب السيارة وفي يده سلاح كلاشينكوف. الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاء يحذر عبر الفقرة الاقتصادية من تداعيات إقرار الموازنة وزيادة نسبة الفقر في لبنان. التفاصيل في الفقرة الاقتصادية. في الاقتصاد، 5 مليار دولار قيمة تهرب الضريبي سنويا في لبنان، عجز في مؤسسة كهرباء لبنان، وفساد في موضوع الاتصالات وملف النفايات، وضرائب جديدة تفرض على كاهل المواطن اللبناني في موازنة 2017. بروفيسور عجاء، شو هي التداعيات على المواطن اللبناني أولا؟ يعني أكيد التداعيات هلأ رح نشوف غلى الأسعار، يعني مباشرة هلأ من بعد هالسلة الضريبية غلى الأسعار رح يكون بشكل كتير كبير. نعم. وبالتالي رح نشهد مثل ما بقولوا انفجار ببعض الأسعار بعض السلع، وهذا يعني بيفرض أكيد من قبل الحكومة وخاصة وزارة الاقتصاد والتجارة أنه يكون في تشدد هائل وكتير كبير من ناحية مراقبة الأسعار، لأنه رح تفلت العملية. للتذكير، ضريبة 1% زيادة بالضريبة على القيمة المضافة على المحروقات معناتها أنه رح يكون في عندي ارتفاع بالأسعار ما بين 10-15%. نعم. وهذه شغلة للأسف رح تقلل من القدرة الشرائية للمواطن، وبالتالي رح تقلل من الاستهلاك، رح يكونوا تداعيات يعني حيزيدوا سلبية. من ميل بياخدوا من ميل من إيد المواطن اللبناني. يعني خلينا نقول أنه مش معروف مين اللي رح يستفيد، يمكن الدولة نظريا رح تستفيد، لأنه ما في شيء بيقول أنه الضرائب اللي أقرت هي ذاتها المبالغ رح يقدروا يحصلوا. 22 ضريبة. هن 22 ضريبة. نعم، أهم ضرائب هي على الفقراء، أهم الضرائب بعكس ما يروج له. الضرائب أهم ضرائب، يعني اللي بتجيب بحسب حساباتهم أكبر أرقام هي ضرائب على الفقراء. يعني رح تلتغي الطبقة الوسطى أصلا، مو في طبقة وسطى في لبنان للأسف. يعني خلينا نقول، يعني بهذا الموضوع خلينا نقول بالحسابات اللي امنا فيها بما خص نسبة الفقر في لبنان، رح تزداد من 31.52 اليوم بالمية. نعم. لحدود 34-35% نسبة الفقراء بلبنان مع موازنة 2017، مع مشروع موازنة 2017 وأقراره. نعم، شو فيها شيء إيجابية إذا هيك؟ الموازنة الإيجابية الوحيدة اللي فيها أنه صار في عنا موازنة. ستنا الكريمة من 2005 لليوم عندي، بس هيدا من جيبة المواطن اللبناني يعني. أكيد أكيد، يعني نطرنا ورجع آخر شيء رجعنا لجيبة المواطن اللبناني بدل ما يوقف الهدر والفساد. إيه، إذا بتسمحي لي، عندك نقطة أساسية وكتير مهمة بديك تاخديها بعين الاعتبار. من 2005 لليوم دوبلنا الدين العام تبعولنا تقريبا أكثر من 35 مليار دولار دين بدون موازنة. نعم. حرام. نعم. بعتقد أنا بيدفع المواطن اللبناني ثمن هالموضوع يعني. أكيد. إذاعة لبنان جاهزة لورشة تكنولوجية إضافية. أثير الإذاعة يغطي حاليا 75% من الأراضي اللبنانية، ومدير إذاعة لبنان محمد إبراهيم تحدث للزميلة هبة عياد عن الورشة المتجددة. إذاعة لبنان، إذاعة الوطن الرسمية والصوت الرائد، ليست بعيدة اليوم عن الورشة الإصلاحية التي أطلقها وزير الإعلام ملح مرياشي في عالم الإعلام، خصوصا فيما يتعلق بمواكبة التكنولوجيا وإمكانية وصولها إلى كل مستمع لبناني على كل الأراضي اللبنانية.
مدير الإذاعة محمد إبراهيم يعلن أن صوت الإذاعة وصل إلى تغطية 75% من الأراضي اللبنانية، والعمل مستمر من أجل تغطية الساحل اللبناني. على مسألة البرامج والإنتاج، نحن ما عندنا شيء جديد، لأنه نحن من الأول جديد ومتجددين دائما. كان من برامج اللي هي بتبني المعرفة بالوطن وعند المواطن وبتبني المواطنة، أو من كان من ناحية البرامج اللي عم نحقق فيها إنجازات على مستوى المهرجانات والعالم العربي. حطينا 5 كيلووات بتربول، صرنا هلأ عم نغطي طرابلس وعكر. نحن كنا قبل عم نغطي ما يقارب 35% من الأراضي اللبنانية، هلأ تقريبا وصلنا للسبعين. نحن عنا خطة هلأ بالتعاون مع معالي الوزير وكل الإدارات بالوزارة، إن كان المدير العام أو نحن أو المصلحة الفنية، بلشنا نحضر خطة لتغطية كامل الساحل اللبناني من الناقورة إلى العريضة. في مرحلة لاحقة رح نغطي النبطية ومرج عيون. وفي خضم الثورة التكنولوجية، بشر إبراهيم بأن صوت الإذاعة سيصل أيضا إلى دول العالم. أنا بدعي إنه التكنولوجيا تخدم إذاعة لبنان. نحن هلأ عم نعمل بث تجريبي للموقع الإذاعة لبنان اللي هلأ قريبا رح يفتتح أونلاين، يعني صرنا بنكون مسموعين بكل دول العالم. إذن التطور التكنولوجي هو التحدي الأكبر الذي يواجهه العمل الإذاعي، وإذاعة لبنان بحسب إبراهيم تواكب هذا التطور، وهي لا تدخل حلبة السباق على الريتنج بقدر ما يكون دورها وطنيا ورسالتها بناء المعرفة والمواطنة. قائد الجيش العماد جوزيف عون استقبل وزير المهجرين طلال إرسلان في زيارة تهنئة، وكانت مناسبة لعرض التطورات على الساحة اللبنانية. العماد عون التقى أيضا وفدا من بلدة أدمة. إلى هنا تنتهي نشاطنا بيير، وأنا نشكر لكم حسن المتابعة. ألقاكم في 11 والسلسة.